نرجع بقى لان عندنا كلام كتير خاص بالنادي الاهلي، وبكره كابتن محمود الخطيب والسيد ياسين منصور رئيس شركه الاهلي لكره القدم هيعملوا اجتماع مهم جدا مع باتسو موسيماني لبدء. هنا بنتكلم مرحله التعارف والتعاون مع الجهاز الفني للفريق الاول، وبحث كمان الترتيبات الخاصه بالمرحله القادمه واحتياجات الفريق اللي هتساعده على خوض التحديات المنتظره، سواء بنتكلم هنا على المستويين المحلي او القاري. هيحضر الاجتماع ده حسام غالي وكابتن سيد عبد الحفيظ للمشاركة في مناقشة آلية العمل وكيفية التواصل، خاصة احنا بنتكلم ان دي المرة الاولى اللي هيجتمع فيها ياسين منصور مع مسؤولي الفريق الاول. وطبعا قبل كده كمان كان في لقاءات سابقه مع ممثلي شركه كره القدم مع جميع قطاعات كره القدم في اطار التعرف على اسلوب العمل والياته، تمهيدا برضو لاستلام القائمين على الشركه مسؤوليه القطاع باكمله. بالمناسبه كمان خليني اقول لحضراتكم كابتن الخطيب كان حريص طول الفتره الماضيه على اطلاع المهندس ياسين منصور ومسؤولي شركه الاهلي لكره القدم على كافه الامور الخاصه بقطاع الكرة، وتم الاتفاق على عقد عدة جلسات تحضيرية وتنسيقية بيتبعها استلام المهمة والتواصل كمان المباشر مع مديري الأجهزة، سواء بنتكلم في الفريق الأول أو حتى في قطاع الناشئين والأكاديمية.